أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب، سبحان من كتب لنفسه البقاء وكتب لجميع المخلوقات الفناء، فقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. منذ أقل من عام كنا في هذا المقام وفي هذا المكان في عزاء والدة الفقيد اللواء أشرف، وما رأيت مع محبة وما جبل عليه الأبناء لمحبة الآباء، ما رأيت مثل حزنه على أمه. والله عز وجل طارة يجعل الإنسان ينطق بقدره، فما كان مني إلا أنني سمعت منه أنني لن يمر عني عام إلا وسألحق بها، وكأنه نطق بقدر الله عز وجل، نطق بما تمناه، وما كان صدق الله فيما أراد رأينا أن الله قد صدقه. الفقيد رحمة الله عليه تجري على ألسنة العامة مقولة أن هذا الشخص ابن موت، والناس يرددون هذه المقولة على من ظهرت فيه نباهة أو كان نابغاً أو كان متميزاً. والفقيد عليه نسائم الرحمات كان ابن موت، فكان إذا تكلم أذهل السامعين، وإذا حاضر كان عنده من المعلومات ما تدهش أصحاب التخصص. عرفته بلا رحم ولا نسب، وأنا أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عرفته في جروب يجمع المتحابين في الله، فعرفته لله وفي الله، وما رأيت شهادتي أمام الله جل وعلا، ما رأيته إلا متبسما فرحا يدخل السرور على الجميع. رأيت فيه خيرا، رأيت فيه قلبا صافيا ونفسا راضية، وجدت فيه قربه من الله جل وعلا ومحبته للخير للجميع، وجدت فيه إنسانا يحب الخير للجميع ويسعى إلى مصلحة الجميع. اللهم لا راض لقضائك ولا معقب لحكمك، فإن لك ما أعطيت وإنك لك ما أخذت. الذي يجعل الأحباب يصبرون على فراق الأحبة ما وعد الله به عز وجل الأتقياء والأولياء والصالحين في القرآن الكريم. تنزل آيات البشرى للصالحين والأتقياء في القرآن الكريم على قلوب أهل الفقيد وعلى قلوب أصحابه رحمات تطرى عندما نسمع إلى وعد الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في
في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. الذي يعمل عملاً صالحاً في دنياه لا نخاف عليه ولا نخشى عليه، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يحتاج الميت من الأحياء أن كلاً منا ينفرد بينه وبين نفسه ويستحضر ما يعلمه من خير ممن يحضر عزاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه الشهادة وهذه الذكرى وهذا القول الذي تشهد به الآن هو الذي ينتفع به من مات. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. نشهد وشهادتي في أخي الكريم الفقير أنه كان من الصالحين، كان من القانتين، كان من المحبين، كان من أهل الله عز وجل، وكان بينه وبين الله صلات لا يعلمها إلا من كان قريبا له. اللهم لا راد لحكمك ولا معقب لقضائك، نسلم يا ربنا بما أعطيت، ونسلم يا ربنا بما أخذت، ولا يسعنا إلا أن نردد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا أشرف لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فاستجب دعاءنا. اللهم اغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارفع له المنازل، اللهم أنر قبره ووسع له قبره، ولقنه حجته، واجعله يا ربنا مع شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقه من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.